3 أشهر انقضت ولا تزال نواحي عدة في نينوى تشكو غياب الماء، الأمر الذي اضطر الأهالي هناك إلى حفر الآبار الارتوازية كما يحدث في العصور القديمة. شح المياه أزمة تعصف بسكان نواحي برطلة وبعشيق وقراهم في الموصل، يتزامن مع موجة الحر الشديدة، ولم تعد المناشدات والمطالبات تساعد في شيء لانتشال الأهالي من هذا الواقع. منذ قرابة 3 أشهر لم تصل قطرة مياه واحدة إليهم. تعاني مناطق ناحية برطلة والقرى المحيطة بها وناحية بعشيقة أيضا القرى المحيطة بها من شحة المياه بشكل كبير خاصة في فصل الصيف. طالب بتوفر المياه، أنا من المواطنين أحد مواطني قرية الزهراء من الشهر الثالث آذار الماضي ولحد هذا اليوم لن أرى الماء إلا مرة واحدة. ومع ازدياد أزمة المياه سوءا ما دفع الأهالي الذين لم تصلهم المياه إلى حفر الآبار الارتوازية لتوفير المياه في بلد عرف بنهريه العظيمين دجلة والفرات. طبعا هنا في المنطقة السينوية بشكل عام ماكو مياه، هذا اضطريت أني أن أحفر بير واستخرج ماء حتى أعيش. واحد شنو يعيش بلا ما يعيش ما يقدر. احنا لحد الان اذا ما جانا ما يجي راني هاجر كله نروح على المدينه، وهذا هو اذا واحد ما عنده ايش يسوي. نحن لو ما بيار شمس ما شيلنا من هنا يا اخوي، وبيار يوم بيوم عندنا بير ذاك هو نشاف الله وكل عمل له القطره ما ظل به. أزمة المنطقة مع المياه تتجدد مع بدء كل موسم ما يدفع الأهالي إلى حفر الآبار في مشهد يعيدنا مئات السنين إلى الوراء، والمياه التي تستخرج من الآبار تحتوي على نسبة عالية من الكبريت والأملاح ما يجعلها غير صالحة للشرب أو الطهي. مشكلة شح المياه تعم أغلب مناطق الموصل وسهلها بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، الأمر الذي اضطر المواطنين لتأمين المياه عن طريق حفر الآبار الارتوازية. لقناة الرابعة محمد الشبكي الموصل.